سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق ومن خارج العراق على واحد من ذني الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يكتب لنا رسالة مكتوبة على رقم المخصص للواتساب، الرقم الأخير اللي بصف إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة ومتبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من اللي كتب الرسالة ومن وين اجتنا، ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف الاحتجاجات اللي جاي يسووها قراء المقاييس اللي يشتغلون بوزارة الكهرباء بمختلف المحافظات العراقية. نبدي من قراء مقاييس النجف. قراء المقاييس بوزارة الكهرباء هناك أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجا لعدم تثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم من العقود. هذا الشيء اللي دا يخلي مستحقاتهم المالية تتأخر للدفع منذ أكثر من شهرين، وهذه احتجاجات قراء المقاييس. ما رايدين قطع أراضي، ما رايدين سيارات، ما رايدين سلف، جاي يتعب يمشي على رجلي الليل والنهار كله، يجيب لك مليارات ويريدك تعطي 300 ألف دينار من باب فرع توزيع كهرباء النجف الأشرف. نوجه الرسالة أولا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونوجه الرسالة إلى وزير الكهرباء اللي هو المسؤول الأول على أبناء العاملين قراء المقاييس في محافظة النجف الأشرف. الشباب على شنو طالعة؟ طالعة على الحقوق المسلوبة. شوفوا هاي الشباب شهريا تطل الدائرة 10 مليار دينار عراقي جباية. شنو اللي عليهم وشنو اللي إلهم؟ الإلهم يجيبون النجف أحياناً سيرا على الأقدام، من باب الباب، من زقاق الزقاق، من حي الحي سيرا على الأقدام. من يا مسؤول يمشي المساحات اللي تمشيها هاي الشباب؟ إجازات ماكو، استراحات ماكو، دوامة ما معلوم، من الصبح لليل يخوط بالشارع. انت يا مسؤول تقدر شهرين ما تستلم راتب؟ تقدر بشرفك بضميرك. هاي الشباب طلعوها حقوقها غير حقوقها، ما يريدون، ما رايدين احلام ورديه، ما رايدين قطع اراضي، ما رايدين سيارات، ما رايدين سلف، جاي يتعب يمشي على رجلي الليل والنهار كله، يجيب لك مليارات ويريدك تعطي 300 الف دينار. فنطلب من عندكم التثبيت. نعم نعم التثبيت. هاي احتجاجات النجف لقراء مقاييس الكهرباء. هذا الفيديو بمشكلتين، المشكلة الأولى أعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه، شهرين ما مستلم راتب، على أي أساس هو دا يجيب لك جباية أعمال تقول لي هذا المكان ما بفلوس؟ صباح الخير، ما تضبط هاي السالفة. رقم اثنين، 300 ألف. لهذا السبب الناس ظهرت بالسابق، وهسه أنا أرجع وأقول تعديل سلم الرواتب هو مطلب حق، لأنه 300 ألف بالغلاء المعيشي اللي دا يصير اليوم بالعراق ما توفي شيء. قراء مقاييس النجف يعانون الأكثر من شهرين من دون رواتب. هم يأكدون خلال تظاهراتهم الاحتجاجية أنه إضرابهم عن العمل مستمر إلى أن يستجيبون لهم المسؤولين والمطالبهم بالتثبيت على الملاك الدائم. عندنا مقطع ثاني لتظاهرات موظفي قراء المقاييس المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم. Come on!
ايش قد ذولا 200 واحد 300 واحد؟ فلنفرض راتبهم ذولا 200 500 الف مو 300، يعني 100 مليون. يعني من الجبايه اللي انتم تجيبوا لكم اياها قسموها ضرب جمع بطرح قسمه عرب تمشي. نطلع من النجف ونروح الى محافظه ميسان. قراء المقاييس ايضا في محافظه ميسان يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم، سوى وقفه احتجاجيه قدام مديريه الكهرباء بسبب التهميش اللي طال هاي الشريحه، عدم تثبيتهم على موازنه 2023، واعلنوا انه الاستمرار باضرابهم عن العمل حتى الاستجابه لمطالبهم والتثبيت على الملاك الدائم. نعم نعم للتثبيت، هو هذا مطلبهم الأساسي. تعرفون هو هذا المطلب حق لهم كقراء مقاييس أن يثبتون على الملاك الدائم. تعرفون ليش؟ اللي تابعني البارحة بحلقة صوتكم هنا طلعنا فيديو، الفيديو إلى شخص مسن أو رجل كبير في السن، شايب خلينا نقول بلهجتنا، 17 سنة يشتغل ببلدية محافظة ذي قار على غفلة، قال له ألزم الباب. فهو لما يكون عقد لا اكو مكافأة نهاية خدمة، لا اكو حقوق، لا اكو شيء. قانون التقاعد المبكر بالعراق اذا كان عمرك فوق الخمسين او فوق الستين 15 سنة من الخدمة من حقك تقدم على قانون التقاعد المبكر، اما القانون الرسمي 20 سنة بالخدمة الفعلية. فانت عندك هذا الرجل 17 سنة راحت هدر. ليش؟ لانه ما مثبت. نانا عندك شباب في بداية حياتهم، هذا الشاب لما هو عقد وصار لحسب القطعة اللي شايليها انه خدمتهم اكثر من 3 سنوات، يعني اذا استمر بالعقد بدون راتب بدون كل شيء بدون حقوق بدون اي شيء يضمن له حقه بهذا البلد، باكر عقبه شلون يدبر نفسه؟ كبر والله وفقه وتزوج وخلف وولده كبره وطبه وكليات وقالوا له الزم الباب انت كبرت وما عنده حقوق لانه هو موظف عقد، من يعيش؟ يقدي؟ يبوق؟ يشتغل بعصابات تهريب المخدرات؟ لو يشتغل ويا الميليشيات ما بيحيل. فالتثبيت هو مطلب حق لهم، ولهالسبب هم اعلنوا الاعتصام المفتوح حتى التثبيت. الناس لما شافت هاي الفيديوهات وتظاهرات قراء المقاييس علقوا على فيسبوك، مؤتمن آل برهان الدعم يقول الإضراب مستمر لحين التثبيت على الملاك الدائم. أبو فاطمة يقول أنصفوا قراء المقاييس يا من بيده زمام الأمور بإنصافهم بالتثبيت حالهم حال بقية العقود. ومثنى العراقي يقول إضراب قرار لا رجع فيه إلا بعد نيل حقوقنا. أبو نايل حديث يقول إنصاف شريحة قراء المقاييس واجب وطني وأخلاقي اتجاه هذه الشريحة لما يقدمون من خدمات كبيرة ورفض وزارة الكهرباء بالمليارات وهم على تماس مباشر مع المواطنين. فكانت هاي تعليقات الناس بعد أن شافوا تظاهرات قراء المقاييس واللي احنا اختارينا من عندها مكانين النجف وميسان. نروح هسه إلى قضية ثانية، هاي القضية اللي
ماذا تضعوا صوتكم، لأنه برنامج صوتكم معني بحياة الناس وخدمات الناس وحقوق الناس، وماكو واحد يفكر بها. تخيلوا العراق بلد النهرين أو بلاد الرافدين أو بلاد دجلة والفرات، بسبب السياسات الخاطئة لإدارة ملف المياه العراقية وخسارة العراق حصص المائية الواردة من دول الجوار، وبسبب تقاعس الجهات الحكومية عن أداء واجبها الوطني في المحافظة على حصص العراق المائية بالاعتماد على المواثيق الدولية الموقع عليها العراق ودول المتشاطئة، خلى الناس تعيش بأكثر من مشكلة، خصوصاً بفصل الصيف اللاهب ببلد مثل العراق بدرجات حرارة قياسية. عندنا من جنوب العراق ناشط يوثق الحال اللي جاي يشوفوه أهالي منطقة البموسة بمحافظة المثنى بسبب انقطاع مياه شبكة الإسالة الحكومية عن المنطقة، والحلو أنه منطقتهم بها مشروع بس ما يشتغل. الناشط يقول بالفيديو أنه الناس جاي تعاني بسبب هاي القضية. تعالوا سوية خلونا نسمع ونشوف. مناشدة إلى مديرية الموارد المائية، إلى مديرية الماء، إلى وزارة الموارد المائية. منطقة البموسة في محافظة المثنى، هذه المنطقة تنفذ بها قبل 4 أشهر مشروع. هذا المشروع مال ماي، هذا المشروع قيمته ما يقارب فوق المليار. هذا المشروع تنفذ وكمل على قانون الأمن الغذائي. اشتغل المشروع، مشروع الماي وصل لكم بيت، وصلهم ماي بمنطقة البموسة بقرية العراية ما يقارب 150 بيت لحد الآن. بحسب كلام أهل المنطقة يقولون سرنجة ماي ما واصلة. هنا نوقف ونسأل اللي نفذ المشروع، وصل لهاي الناس؟ قال لهم وصلكم ماي يابي؟ شاف شغله مضبوط لو لا؟ زين هاي الناس هسه واقفة وتناشد، احنا ما عندنا ماي، المشروع جاي يشتغل حاليا بس احنا ما عندنا ماي، ما جاي يوصل ماي. احنا هسه حاليا عايشين على الصوندة اللي حافرينها البرينة. البرينة تقريبا صار لها مسافة عندنا 10 سنين. العشر سنين كلفتنا كل برينة مليون. احنا 250 بيت، حسبوهن بيش يصيرن. حاليا احنا نريد نقول مو احد عن العراقيين الموجودين. وجتنا ناس وطبت لينا وقالوا جاكم الخير، والله هسه قطرة من تريد لك سرنجة هيجي من هاي الصوندة الواصلة ماكو. زين اي يعني ما 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 نعرف شو نسوي. مشروع كلف مليار وماي ماكو. سؤال اللي ينطرح هنا، لما يطلعون السياسيين بالبرلمان ولجانهم، لجنة حقوق الإنسان ولجنة الخدمات ولجنة الدفاع ولجنة الحفاظ على ما أدري منه ولجنة الخارجية ولجنة ما أدري منه ولجنة الصحة ولجنة ولجنة، كلهم لجان ما شاء الله، ولما يطلعون وأصواتهم عالية ونستقدم الوزير الفلاني ونطالب بالوزير الفلاني وجلسة استجواب للوزير الفلاني، هاي المسرحيات التلفزيونية اللي تسووها على الناس حتى الناس تشوفكم أنه أنتم دا تشتغلون، بطلوها بطلوها، لأنه ما دا تجيب، ما دا تجيب شيء، ما دا توفي. إذا تردون تستجوبون صح طلعوا، روحوا لمنطقة البموسة، روحوا للقرى، روحوا للنواحي، روحوا للأقضية، روحوا للقصبات، روحوا شوفوا ايش دا يصير هناك، طبوا ومن هناك سووا جلسة استجواب، وظلوا واقفين بمكانكم إلى أن تنحل المشكلة، ساعتها الناس راح تصدق بكم. أهالي منطقة البموسة اللي شفتوا هذا الفيديو لهم واللي كان دا يحكي الناشط، عندهم فيديو الثاني تم توثيقه لهم، حبوا يوجهون رسالة إلى ساسة العراق بشكل عام والمختصين والمسؤولين عن ملف إدارة الموارد المائية بالعراق بشكل خاص، وطلب كنداء استغاثة بسبب انقطاع المياه عن منطقتهم، ورادوا يبينون للناس هم شنو من معاناة جاي يشوفون. خلونا نسمعهم. احنا جانا مشروع وكيفنا بيه، والمشروع قدره 1.4 مليار وكيفنا بالمشروع، وعلى اساس غرقونا بالخير
تال المشروع صار له 4 أشهر ماكو. شو مسوين هسه انتم؟ خلف الله على هاي البراين. البراين مسافة كيلو ساحبينه. هسه على المتر بألف دينار، مليون دينار بس 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 الوايرات. زين الصوندة، الماطور، احنا كل شهر احنا مبدلي الماطور. هاي المنطقة. يعني هاي شلون جاي شلون جاي تشتغل هذني؟ حافرين ارتواز شوف. تنوع لها؟ ايه. ارتواز بالقاع. زين. مسافة 12 متر وهم جف هذا المشروع يمك تنوع له. جفت هاي البرينة جفت هسه عن هاجر وين نروح؟ يعني هاي كل بيت جار كل واير؟ كل ساحب صوندة وواير تنوع له؟ اه هاك هاك استاذ العزيز شوف ايه وين نروح؟ زين هاي هيك ما معلقة هاي خطرة هاي شو نسوي؟ شو نسوي؟ شنو هن نسوي؟ لا حول ولا قوة الناشد المحافظ الناشد كل شريف بالمحافظة الناشد الشيوع السوداني شوفنا شارة كل هاي على مود الماي؟ كله على مود الماي عم لنا نهاجر وين نروح؟ هسا محتارين شنهن يا باب الندقة ماكو مسدود بس وقت الانتخابات يجونا التيه الله وكيلك التيه يا تطلع له يا هتعوفه يلا أصابعنا اللي انتخبت ودنا نقصها يلا هسا جايتكم الانتخابات راح يجوكم بعد ما 4 أشهر حتى اللي يسخن يجونا بس آه. هسا عبقت الماي لا والله ماكو ما خلينا باب ما دقيناه يعني هي المشكلة أن وزارة الموارد المائية هي المفروض مسؤولة عن المياه الجوفية العراقية. بالنسبة إلى هاي البرينة أو الماطور أو البير الارتوازي اللي تتكلم عليه الأخ هنا بقرية البموسة هاي المفروض أكو إلها, إلها, إلها سياسة خاصة وأكو إلها خطة وأكو إلها تعامل وأكو إلها أكو إلها هواية أمور. بس تعرفون أنا خايف من شنو؟ أنا خايف من شغلة واحدة، خايف لهذا الفيديو فك عين الوزارة حتى يجون عليهم يقولهم تدفعون فلوس لأنتوا تسحبون مي من جوا القاع العراقية. أما مشروعهم اللي هم سووه يشتغل لا ما يشتغل. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أحمد. أسباب شحة المياه في نهري دجلة والفرات هي حكومتك من بعد سنة 2003 والحد الآن ملتهين في بناء أرصدتهم في بنوق الخارج وعدم بناء سدود لخزن مياه الأمطار بدل ذهابها لشط العرب، ولو كان حبهم لبلدهم لطالبوا بحصصهم المائية من مصادر نبعها، ولكن لا حياء لمن تنادي. علي أبو محمود الشمر يقول حكومة فاسدة حسبنا الله ونعم الوكيل. ووليد النعيم يقول وليد النعيم الموسوي يقول يعني الله أكبر حتى بالماء تحاربون شعبكم. أما بهجة الراوي يقول إن وفروا الماء قطعوا الكهرباء وإن حققوا الأمان أشاعوا الفقر. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية شح المياه أو أزمة المياه. كان من المفترض أن تدخل ويانا باتصال أم نور من محافظة البصرة، لكن مع الأسف انقطع الاتصال وياها، وأقولها أم نور إذا تسمعيني وعندك شيء يا ريت ترجعينا. نروح هسه إلى ملفنا الثالث. هذا الملف اليوم قبل ما أدخل به قضية الخدم، يلا قبل ما أطب هذا الملف ولو هو هذا الملف راح أبدي به بالبصرة، لكن راح أخذ أم نور من البصرة ويانا. حياك الله أم نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من خلال برنامجكم طالب بالعفو العام. حياك الله أم نور تفضلي. أخوي أنا زوجي سجين. نعم. هذا الضابط اللي أخذ الدعوة أخذ مبالغ أخوي، وإحنا ما عدنا نحط للضابط ونخلي محامي أو شيء. نعم. بالإرشاء راحت الدعوة ما تكيدية. زين. تعذيب مدة 6 أشهر تعذيب، لا شاهد عيان، لا اعترافات عليه، لا شيء، لا مجرد ما قال اجوا جابوا ناس منه حطوهم شاهد اجتماعي فقط. نعم. حطوا السماعة عليه ثبتوها 7 سنوات. قضية سرقة 80 مليون كيلوين ذهب واحنا قاعدين بالإيجار، والله العظيم بالإيجار، وعندي 5 جهال وهو طفل يعني هو 95 تهمه. نعم. يعني احنا وين الدولة ما تباوع الفقير، يعني الدولة متباوع عنه، يعني احسن البوق يسوي والله العظيم سايق تكسي هو لا بيها ولا عليها. نعم. تهموها تهمو وخلونا بهج مكان، يعني وين نروح نجدي؟ هسه انا مثلا انا ما عندي احد لا معي ولا شيء، هو يتيم لا ام ولا اب، المن الناشد؟ المن نروح؟ المن الطالب؟ صار الدولة توجه لنا احد نروح اليه
يسوي لنا حل، انتم جابوهم ودبوهم بالسجن، هم منين يردون فلوس يردون شيء؟ هاي منين نجيب لهم احنا؟ نعم بالرشاوى والابتزاز ياخذون الدعاوى هاي الضباط، يعني احنا من هو انه غير الله والبرلمان غير يشوفونا يشوفونا حل؟ يعني لا ولا هالشيء ذا احنا. نعم انا اشوف من خلال برنامجك توصل صوتي وعندي تقارير طبيه وعندي كل شيء موجود، مجرد خذوا اعتراف من زوجي لا شاهد عليه ولا دليل ولا شاهد عيان. نعم معروف هذا. نعم كلها موجوده عندي. نعم مجرد سجنوا هسه محتاره وين اروح وين امشي؟ والله العظيم من فوقها اروح للضابط يبتزنا بالشرف والعرض، رحنا لل طيب ام نور ام نور حتى نعرض قضيتك على العالم ويعرفون قضيتك بالكامل وقضيه هو زوجك قلتي لي ابو نور. تابعي البرنامج او تابعي الشاشه ده تشوفين جوا الارقام التليفونات اكو شريط مال اخبار ابيض ده يمشي؟ نعم اكو بنهايه رقمين نافذه انت ترى دزي لنا كل التقارير ودزي لنا كل القضيه والمطلوب، وهذه ان شاء الله يكون قضيه ابو نور ملف من ملفات برنامج صوتكم بالحلقات القادمه ورا ما تدزي لنا كل الوثائق. تمام شكرا جزيلا. تؤمرين امر تؤمرين امر. ووصلت رسالتك أم نور وإن شاء الله سمعوك. يعني أم نور باختصار العفو العام، العفو العام اللي ضحكوا بيه على الناس، العفو العام اللي صار قضية الناس، العفو العام اللي بين فترة وفترة يطقون الطقة ويسكتون عنها. أما الآن من كربلاء أم محمد حياك الله. ألو ألو ألو. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم محمد. إيه شيلو انت على الهواء، انت على الهواء ام محمد تفضلي. انا من محافظه كربلاء مواطنه يتيمه ابو الثقه، عندنا مقاطعه 24 منطقه 187 النواب، هاي مقاطعتنا. نعم فانطوني جاء انا كل شيء ما املك، يعني لا عندي بيت ولا كل ولدي اخو اثنين طابوا واخوته راح نابقدر الكابرين وعندنا ضربات بالدولة وكل حقوق ماكو. نعم. وصلني جاء 100 متر للشاي. فارجع الثاني يا ابو حسن سيارته وداني احد المقاطعة. نعم. قال لي 100 متر الي وبالتباشير حددني. زين. ومن بعدين من حدد شو اسمه قال لي 4 ملايين اقساطة ما عنديش ويا قاعد واني بت هاي القاع أبن عن جد وتاريخنا 1700. لحظة أم محمد أم محمد حتى أفتهم القضية بالكامل. أنت طلعت لك قطعة قاع. أول قصة من بديت القصة لقيت القاع واقفين عليها خبراء يبنون، قلت لهم يابا هاي القاع داعي، قالوا لا هاي القاع للمختار والبوق يعطي الشاعر بوق سرقات. ولا شرعي ولا قانون ولا مكاتبه من ابو الملوك، ابو الملوك هزموا للخارج وكل الارهاب من المحافظات ومستولين على الملوك. طيب ام محمد ام محمد سووها روضه وبالشهر 500 يستلم المختار. تمام ام محمد تسمعيني؟ كل حقوق ماكو. تمام ام محمد تسمعيني؟ الصانع استجودوا عليها واخذوها ارهاب. تمام جميع عصابات. تمام مقاطعه النواب مقاطعه النواب. تمام 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 ام محمد منطقه 187. تمام كلها حراميه ومرتزقه وكلهم بايران من ايران عندهم بيوت. ام محمد تسمعيني لو لا؟ ايران مخابرات ايران ارهاب ايران. تمام بهاي المقاطعه. تمام وانا قاعده بسراب وجراديه بعشرات. تمام تمام شكرا شكرا لك ام محمد. كنت اتمنى ام محمد تسمعني على مود اسالها كم سؤال، لكن ام محمد اذا تسمعين من التلفزيون هسه بس اريدك تسمعين هاي الكلمه. اولا من اللي نطاج قطعه القاع روحي سالي شلون اكو شخص ثاني يملك هاي القاع، اذا عندك اوراق رسميه او ورقه طابو او ورقه تثبت هاي القاع ملكيتها الك فشلون ديبنون عليها. القضية الثالثة إذا الملك مسجل إلك أو القاع أنت مستلمتها أصلاً وبس تنتظرين تنفيذ الحكم، ما من حق أي مسؤول وتقدرين تروحين إلى المحافظة، تقدرين تروحين إلى دائرة العقارات العامة الطابو تشوفين حقك وين. كنت أتمنى تسمعيني حتى أقدر
اوصلك الى الجهه اللي تعطيك حقك. شكرا لك ام محمد، وان شاء الله الناس سمعوك. قضيه استيلاء المتنفذين على اراضي وقياعين الناس حكينا عليها هوايه، فهي ما مستغربه بالعراق اليوم انه لما يشوفون قاع صاحبها فقير او مو قادر عليها او مو مستلمها يستلموها، لانه هم يريدون يحولوها مثلا من زراعيه الى استثماريه، من سكنيه الى استثماريه، حتى يستفادون من فلوسها. نروح هسه الى ملفنا الثالث واللي همنا نحكي به قضيه خدميه. نحكي هنا عن ملف الطرق والجسور التعبانه بالعراق. نبدي من كانت تسمى بالماضي عروس الخليج البصره. مواطن يصور ويوثق وينتقد سوء الطرق والجسور والمتهالكه بالبصره بوسط غياب المتابعه الحكوميه وتقاعس فرق الصيانه التابعه للمؤسسات الحكوميه المعنيه عن اداء مهمات الصيانه والادامه لهذه الطرق والجسور. ونبدي من محافظه البصره ونشوف سوية. اخواننا الاعزاء، مديريه طرق وجسور البصره، يعني ما معقوله تبقى هاي الجسور المتهالكه اللي دمرت السيارات الناس لحد الان بدون صيانه. يعني هالايام مع مناسبه الزياره شوف البصره شبه فارغه من السيارات ودوام تقريبا 50%، ليش ما تستغلون هاي هم تحصلون ثواب وسوي هاي الجسور التعبانه اللي ابتدينا بها بلوه ويا ريتها ما صارت، قطعت اوصال المدينه ودمرت السيارات وما حلت مشكله، يعني هاي الازدحامات نفس، والمشكله الاكبر متهالكه، يعني الفواصل بالتمدد ما جات تتحمل حراره. فاستغلوا هاي الايام على الاقل اشتغلوا بها رمموها وشغلها ما يطول اسبوع او اسبوعين. نانا المواطن انطاكم حل، يقول لك انه هسه ملتهين بالزياره ونص الشوارع بالبصره طالعه او فارغه لانه نص اهالي البصره رايحين. لكن تعرف اخوي العزيز اللي بتوثق لنا هذا الفيديو، من الطبيعي او من المفترض انه لما يكون اكو شارع او جسر او مجسر تعبان، عطله مو عطله، دوام صيف شتاء مطر ما مطر، هم بالليل يروحون يسووا له صيانه حتى يحافظون عليه، لانه انت هنا تحكي على حياه الناس وانت بينتها. لكن هم ما شاء الله لا بعطله ولا بغير عطله. نروح الى شرق العراق ومحافظه ديالة. ناشط هنا بديالة يوثق لكم حال جسر بهرز بسبب الاهمال وغياب الدور الحكومي بصيانته. طبعا لما يكون الجسر تعبان وبيفطور ومتكسر الأعمدة والمساند مالته ومتعرضة إلى عدة حالات من الانهيارات، هذا يكون بخطر على حياة المواطنين ويعرض الكثير من المواطنين إلى خطر الحوادث المرورية اللي قد تكون حوادث مميتة لا سمح الله بسبب سوء الطريق. خلونا نشوف. دار امامك سعفه او بلوكه. السلام عليكم، اليوم انا على جسر ناحيه بهرز. هذا الجسر اللي انفتح ما صار له فتره ويعتبر احد الطرق الاستراتيجيه اللي بداوا يستخدمونها اهالي محافظه ديالى. اليوم يعاني الجوين ماله من تهالك. بالمناسبه الجوين اصبح خطر، لان ممكن انه يسقط اذا اكو من عند بي مشات، ممكن اذا طفل ممكن يسقط لنهر دياله مباشره، بالاضافه الى تهالك السيارات بسببه. اليوم هذا الجسر دا يسبب الكثير من تدمير السيارات، بالاضافه الى مطب ممكن ايضا يسبب حوادث. اليوم اذا ما منتبه صاحب السياره ياخذ بريك مباشر على هذا الجسر ممكن راح يسبب حوادث، واعتقد قبل اسبوع صار حادث بسبب هذا الجوين اللي ما يحتاج لشيء. وعلى الجهات المعنيه اللي ما نعرف على بعقوبه او على بهرز او على الطرق والجسور او البلديه، المفروض الامر بسيط ما يوصل الى انه نخلي سعفه او بلوكه. هاي مناشده من اصحاب المركبات ويتمنون الاستجابه لها. سعفه او بلوكه بالجوين ما جسر. طبعا تعرفون انتم هذا الجوين ليش موجود؟ لانه هذا الجوين لما يبنون الجسر اكو بيه فراغ، هو حديد ربل ما يكون، لكن حتى لما يتمدد الاسمنت وما اعرف شنو يقدر يتحرك بحريه وما ينكسر الجسر ويفطر يوقع.
فانت اذا الجوين اللي هو للحفاظ وادامه الجسر من السقوط هو بتهالك، فما بالك بعدين. شنو القضيه؟ زين هذا المكان اهالينا، مو اهالي ناحيه بورز، المسؤولين بناحيه بورز ما يطلعون البعقوبه، وجماعه بعقوبه ما يروحون البورز ما يشوفوا، لو من يوصلون لهنا يغمضون ويعبرون. صدق نطلع من دياله ونروح الى محافظه النجف. صورنا احد المواطنين حال احد الطرق الجديده، يعني انت من دا اقول لك طريق جديد بالمحافظه، يعني من تقول هذا الطريق جديد مبلط صحيح، معبد جديد، الجير بي جديد والسبيس وغيره وغيره ومصبوغ، والفواصل بالشارع والرصيف كله جديد، يعني الشارع بلهجتنا العامية مثل الزبد. بأقل تقدير يراد لخمس سنوات إلى عشر سنوات يلا من الممكن أنه تفكر يتعب أو تصير بيه نقر أو طسات، لكن هذا الشيء مو بالعراق مع شديد الأسف. شلون؟ تعالوا نشوف ونسمع بانتقاد المواطن لسوء تنفيذ المشروع في ظل غياب الرقابة الحكومية. قدم لكم شارع الموت، شارع البحداي. زين طبعا احنا نشوف الظباط، شوف الظباط وهذا طاب هيك وهذا رايح هيك، عود هاي سووا لهم حل. زين با 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 وحده هيك وحده طابه وحده طالعه. عم شنو تضحكون على الوادم انتوا؟ هذا بعض، تفضل تفضل تضحك على الوادم انت هذا المقاول؟ ما تقول لي كبرتي انتوا مقاولين، خاف تدقون تمن وقيمة، سوون تمن وقيمة مو الشوارع. وين محافظنا؟ محافظ النجف الأشرف. تفضل بابا تفضل تفضل تفضل. شين هاي صديق كذي؟ هذا اللي قاعد لهم حل عود زيادة المحافظ. شين هاي؟ والله ما صايرة هاي بتاريخ أم العربية، ما صايرة صبات ما تعرف السطر هين. شون مقاول وشون طوق شركة وشون الطاق مشروع بالنجف؟ شون الطاق يا بس الدفتيم، شون الطاق مشروع؟ انا احكي ويا المواطن، تعرف ليش ما اعرف يسطرها عدل؟ لان هو حاطها غلط، يا ذني الصبات مو هنا. حبيبي المقاول، انا ما لي علاقه بالطرق والجسور، بس من شفنا شوارع وسقنا سيارات شفنا، اولا هذا الشارع بمشكله اللي سماه شارع الموت، عندك فراغ منه هنا كبير وعندك فراغ منه هنا كبير، شوية وسعة شوية خلي السيارات مرتاحة، هاي رقم واحد. رقم اثنين، بدل ما تحط صبة احفر الجير، هو أصلا ما يحتاج تحفر، أنت من بنيت خلي فراغ. أكو صبة صغيرونة هيك رمبة صبة شلون ما تريد، مثل حافة الرصيف بس أعلى من الرصيف، خليها بالنص يصير خط فاصل وخلاص. وين ما تريد تخلي يوتيرن افتحها، ما يحتاج لها راحة لقاضي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واللي هو موضوع بالنسبة للطرق والجسور بالعراق متأزم ومتفاقم. عمر يقول يعني جسر ما قدروا يعيدون ترميمه وتصليحه، صدق كذب؟ وين المسؤولين؟ وين الكوادر المعنية؟ نايمين قاعدين؟ والله السيارات اندمرت بسبب هذه الجوينات المتهالكة والمطبات. أبو جعفر، والله من المعيب، أغنى بلد بالعالم ما عنده طرق يمشي بيها. أما أبو فهد يقول مبالغ الطرق والجسور في دوائر المرور، لعد وين مبالغ الطرق والجسور؟ وين تروح السرقات والفساد؟ واضح بس لا حياة لمن تنادي. عدنان محمد الصالح يقول قبل أسبوع جدد السنوية، أخذوا مني طرق وجسور 96,000، والله ومثل الآلاف بيوم واحد، وين تروح هاي الملايين لجيوب الفاسدين؟ فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية سوء الطرق والجسور. ده تلاحظون مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم صار برنامج للخدمات المفقودة، اللي الملاحظ همنا أنه المسؤولين كأنما لا يشوفون لا تلفزيون ولا يسمعون شكاوى الناس ولا يتابعون الانترنت ولا المواقع ولا الناس الجاي تنشر هنا بهاي القضية. بهذا الملف اللي هسه راح نحكي بيه عن انتشار القمامة والنفايات، يعني أجلكم الله لزبالة. مواطن من محافظة البصرة يرصد حال ساحة العروسة اللي مقرها مركز مدينة البصرة اللي هي مركز المدينة، ويشكو غياب الدور الحكومي بتنظيف الحديقة اللي من المفترض أن تكون مثل المتنزه الجميل اللي الناس تروح لها تروح عن نفسها بهذا المكان، لكن حال المكان بساحة العروسة هو هذا.
قسما بالله اتمنى من الاخوه لا يقولون هاي بدت الانتخابات وتسقيط انتخابي. احنا من سنه 2013 لحد هذه اللحظه شوين ما نشوف سلبيه ننتقدها، قسما بالله عابر مشي للبيت شوفون المنظر وياي، باعوا وياي هاي الفلكه مال العروسه وسط مدينه البصره، هاي الفلكه اللي معطله حركه السير مال الناس وخانق العالم بالتقاطعات والازدحامات. سيد مدير بلديه البصره شعبه تزيين المدينه، جاي تلاحظون المنظر شلون مخزي، جاي تلاحظون الوساخ، جاي تلاحظون النفايات باعتبار هاي نافوره وحضره جنابكم انتم مخلينا هنا يعني اسوه بالعقد المطينه ب 14 مليار او 18 مليار ما اعرف الرقم لاحدى الشركات اللي تعتقد الحكومه المحليه ما اعرف بلديه البصره. الحق لكم وهذا العقد معني بمنطقتين بالبصره شعبه الخوره والقبله، بلكي يدزون نفذ خمس عمال ينظفون هاي الفلكه يعيدون صيانتها، ردنا ناس مختصين هاي الفلكه اللي قاطعه الطريق على الناس. فاتمنى من الاخوه لا يقولون تسقيط انتخابي لان السيد مدير بلديه البصره ما مرشح. اخواني جاي تلاحظون هاي البصره مركز المدينه، هاي بس تعبر منها تلوف بلديه البصره قريب عليها. زين شلونكم بالاقضيه والنواحي؟ هاي بمركز المدينه ويم المديريه العامه وهذا وضعنا بالبصره، فبالتالي البصره مختنقه بالنفايات. يدرون الساده المسؤولين سامعين عندنا وزير بلديه والبلديات سامعين بي؟ انا ما سامع بي. يعني يدري بالسيد مدير بلديه البصره جاي سائل متابع قطعاته مديرياته ما جاي نعرف. تفضل هسه هذا منظر يلا وياي يلا. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، على البصرة السلام. صدق يعني دار البلدية جدا تشتغل، شنو دا تسوي؟ المهندسين بالبلدية شنو دا يسووا؟ نطلع من البلدية نصعد لي فوقاهم المحافظة جدا يسوون؟ عمي عوف المحافظة الوزارة جدا تسوي؟ نواب المحافظة وين؟ ذولا كلهم وين؟ شو ماكو أحد؟ يعني احنا هذا مو اول فيديو نطلعه بملف انتشار النفايات بالعراق. تردون نشوف غيره؟ تدللون. هسه راح نروح الى محافظة ديقار. هاي محافظة ديقار اللي اكو ناس سموها مدينة النافورات بسبب كثرة المشاريع اللي انبنت بها نافورات من المال العام، واللي هواية ناس انتقدت الارقام المبالغ بها في تكاليف بناء هاي النافورات. هذا مو موضوعنا، تمام؟ موضوعنا اليوم عندنا نافورة، تخيلوا هاي النافورة صار لها شهرين بس، يعني 60 يوم على افتتاحها، ما طولت أكثر. نافورة بالناصرية تتحول إلى مكب للنفايات ومرتع أو مستنقع للمياه الآسنة. ليش؟ لأنه لا أكو عامل يروح يشوفها، ولا مهندس بالبلدية يراقبها، ولا أكو مسؤول بالمحافظة مهتم بهالقضية، ولا مسؤول بالبرلمان عن المحافظة مهتم بهاي القضية. هاي النافورة مكانها بالضبط هو الحديقة العامة بين منطقة الحي العسكري ومنطقة الصالحية. خلونا نشوفها النافورة اللي جاي يشوفونها، صار شهرين من فتحوا هذه الحديقة. هسه واحد يقول انفتحت، واحد يقول ما انفتحت، ما نعرف شنو الموضوع. بس اللي نحب نوصل السيد محافظ ديقار للسيد رئيس الوزراء إلى لجنة المتابعة، نافورتكم تحولت إلى مياه ثقيلة. النافورة تحولت إلى مياه ثقيلة مثل ما جاي يشوفون بالتصوير. ما راح نحكي على القيمة أو المبالغ اللي انصرفت على هذه الحدائق، راح نخليكم ويا هذا الفيديو ورفقوا ويا النافورات القديمة اللي في مدينة الناصرية. شهرين تاريخ افتتاح هاي الحديقة بعيدة عن النافورة، عفوها عفوها. السيل وين؟ إذا ورا شهرين هيك، ورا 20 سنة ايش راح يسوون؟ أو شنو راح يكون المنظر؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك فؤاد طارق يقول أين دور المتابعة في المحافظة والبلدية؟
أمير جلال، المفروض البلدية تخلي عمال شفتين هم يتحملون نظافة الحديقة والنافورة. ريماس أحمد، أكيد هيك يصير وضع جميع النافورات بالناصرية، لأن شغل مو صحيح بدون مطارات تدوير المياه أو تصريفه، يعني شغل كلاوات مجرد صرف ملايين. سيد أحمد الحوزي يقول كل المشاريع تخرب لأن لا صيانة لا متابعة على حساب فلوس بالشط. فكانت هاي تعليقات ناس على قضية انتشار النفايات في العراق. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عمي؟ شلون صحتك يا أبو عمر؟ زين الناس. صحتك يا أبو عبد الله. طبعا عندك رئيس وزراء. نعم. حتى ناجته. يعني لوين هذا؟ لوين هاي الوعود الكاذبة؟ تكذب على العالم. نعم. تكذبون على العالم، عيب كافي. كافي عيب عليكم، استحوا خجلوا. زين؟ يعني جاي تبوقون، جاي تلموكم. يعني ما خليت شيء على بالبلاد، يعني بس سرقات جاي تقوم بالبلاد وتشذب على العالم، تقعيد ويوميا مسوي لك ندوه تشذب على العالم، هاي تشذب على الشعب العراقي. كافي، استحوا شويه، استحوا خجلوا، عيب عليكم، عيب عليكم. انا عراقي، انا عراقي صحيح، عراقي ما العراق من يعني انا عراق. يعني انا اجي التجي دولتي. نعم. ما التجي غير دولتي. انا التعمر. كل شيء عم تسوي. يعني انا عراقي، انا ما التجي الا دولتي. ما التجي غير دولة. نعم. يلو لا. نعم. انتو ما جاي تستغلون سن العراق. نعم. حاليا جاي اسمعني محمد الشعب السوداني. لان يعني انت وزاراتك كلها 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 كاذبة. نعم. او اول واحد انت كذاب. اول واحد انت كذاب. لا تملق ولا خوفا من عندكم والله العظيم. يا هلجي استاذ أفل، يا هلجي يلزم السلطة يسوى علينا الهور ما يقصوا خواشي. نعم نعم عمي. نعم. ليه ولا نعم. شكرا لك أبو عمري، شكرا لك يا غالي، ووصلت الرسالة. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على ظاهرة التصحر الجفاف اللي تعاني من البلاد بسبب التخاذل والفساد الحكومي اللي انعكس سلبا على كثير من المواطنين بسبب التغير من تداعيات الحرارة والمناخ والتغير الجوي. وسوينا لكم هذا الانفوغرافيك تحت عنوان مدن العراق بين مطرقة الجفاف وسندان التلوث البيئي. هذا المال أطفال تمرضت، أطفال صار بها جرب، أطفال كش ما ظل بها، ناس هاجرنا، ماي ماكو. شكراً
قسم التواصل الاجتماعي. هاشتاج الخريجون مع من يكونوا معهم، واسم تفاعلوا علي العراقيين على منصة أكس للمطالبة بالاستجابة إلى مطالب الخريجين القدماء اللي عانون من التهميش. أياد كاظم غرد: الخريجون القدامى مهمشون ومعطلون منذ سنين بسبب الأخطاء الإدارية، وآن الأوان لأن يلتفت إليهم. علي حميد يقول: ماضون بطريقنا وسنبقى نسير إلى أن نصل إلى غايتنا، وهو التعيين من أجل مستقبل أفضل لنا ولعوائلنا، لن نتراجع عن المطالب. حميد الطائي: لا تحرمونا من حقوقنا، لا تجعلونا ضحية مرة أخرى، أعمارنا لا تتحمل التأجيل، فلن نتراجع إلا بنيل المطالب. أما أم مريم: مستقبلنا ومستقبل عوائلنا أمانة في أعناقكم، فلا تتهاونوا فيها، أنصفونا ولا تهمشونا. هاشتاج الخريجون مع من يكون معهم. هاي التغريدة وغيرها وأكو هواية ما قدرنا نقرأها. رسائل واتساب: عندي مناشدة. السلام عليكم، احنا نطالب بقانون العفو العام وعن المظلومين والأبرياء، وهم أهم شيء مادة 406 وعند تنازل. نطالب السادة النواب يستعجلون بقانون العفو العام، محمد الحلبوسي، فائق زيدان وغيرهم اللي عندهم غيره على إخوانهم، طالب العفو العام بأسرع وقت. حسن سعد الشريفي: السلام عليكم أخي وعزيزي أفل ولكادر قناة الرافدين. أخي، أعتقد أن سبب ما يمر به الشعب العراقي من مآسي هو الخنوع والسكوت عن الظلم الذي يعاني منه، وأن كل ذلك بسبب الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ولقاء القنوات الفضائية التي تلتقي بالمواطنين، حيث أصبح المواطن يعتبر أن ذلك كافي ليظهر للناس الظلم الذي يعاني منهم، أن ذلك لا يقدم ولا يؤخر، بل يجعل الحكام الظالمين يفرحون لذلك لأنه لا يقدم أو يؤخر أو يهز عروشهم. الشعب العراقي يحتاج الكثير وأن يعمل على نفسه. أبو محمد من النرويج حياك الله. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جاية باكر بإذن الله. انتظروني، في أمان الله.